واضح ان في خدمات بتقدمها الدوله المصريه لذوي الهمم. احنا شفنا من سنوات طويله جدا ان في اهتمام حقيقي من الدوله المصريه في اكتر من مجال، يعني كان عندنا عام مخصص لذوي الهمم، الرئيس بنفسه، القياده السياسيه بنفسها بتقابل ذوي الهمم، ودي في سابقه لم تحدث يمكن في اكتر من عهد. فاكتر من مناسبه الرئيس بيقعد معاهم، بيسمعهم وبيتكلم معاهم، بيعرف مشاكلهم. ده يمكن على طول يعني كتير كنا بنشوف ده، لكن في مجال الاتصالات على وجه التحديد يا مصطفى كان في مشاكل بيعاني منها ذوي الهمم. احنا في الحقيقه يمكن ما تطرقناش هذا الموضوع من قبل، لكن الدوله المصريه ابتدت ان هي تهتم بهذا الموضوع بالتحديد. فخلينا مره تانية نسال باشمهندس محمد ابراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. اتفضل مصطفى. صباح الخير يا باشمهندس، خلينا نعرف المشاكل اللي كان بيعاني منها ذوي الهمم في البداية قبل ما نخش في الخدمات اللي حضراتكم بتعملوها. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير للسادة المشاهدين. طبعا احنا في تواصل كبير بيننا وبين اخواتنا من ذوي الهمم، واحنا كنا بنطلع مبادرات لاخواتنا من ذوي الهمم في الفترات السابقه، ولكن احنا قلنا ان احنا نقدر نطلع كل القواعد الخاصه بذوي الهمم مره واحده من خلال التواصل اللي بيننا وبينهم، ودي اللي هتحل المشاكل اللي هم كانوا بيعانوا منها. من اكثر المشكلات اللي كانوا بيعانوا منها اخواتنا ذوي الهمم اللي هو التواصل مع شركات المحمول، سواء التواصل عن طريق الكول سنتر او مركز تلقي الشكاوي، او اما يروحوا اي فرع من فروع شركات المحمول محتاجين ان حد يكون من الموظفين يقدر يتعامل معاهم باللغه الخاصه بيهم، وخاصه لغه الاشاره، وكمان المواقع والتطبيقات الخاصه به شركات المحمول تكون مؤهله او يقدروا يتعاملوا معاها، سواء كانت الكلام اللي موجود يتحول للغه الاشاره او يتحول لصوت لو كان من اخواتنا اللي بيعانوا من الاعاقه البصريه. طلعنا الزامات او قواعد دي خاصه بشركات المحمول واصدرناها في اول شهر ابريل، وابتدت شركات المحمول على الفور ان هي تبتدي في تنفيذ هذه القواعد. ده بالاضافه للخدمات والباقات اللي احنا كنا اصدرناها لاخواتنا من ذوي الهمم، اللي هي كانت خط 50% تخفيض، وده موجود في كل فروع شركات المحمول. كمان ألزمنا شركات المحمول بالكود الهندسي في كل الفروع اللي موجودة الخاصة بشركات المحمول، يجب أن هي تلتزم بالكود الهندسي سواء الرمبات أو الأماكن الخاصة بإخواتنا، وكمان يكون في أولوية ليهم في الحصول على الخدمات، يعني أي حد يروح الفرع هو ليه أولوية، ما يستناش الدور ويحصل على الخدمة بطريقة فورية. طيب هل في حاجات هم محتاجينها عشان يقدموها لشركات الاتصالات دي أو المتاجر اللي هم بيروحوها، ولا بس يعني بالشكل، يعني لما بيروحوا لو في أي نوع من أنواع الإعاقة المتشافة بالعين يعني ساعتها بيتم تقديم لهم الخدمات بوجه سريع؟ تمام يا فندم، أي حد بيروح من إخواتنا سواء في الفروع بيحصل على الخدمة بطريقة فورية، لكن لو عايز مثلا يحصل على الخط اللي هو مخفض 50% وده خط دائم، بيكون معاه الأوراق الثبوتية الخاصة بيه، الإعاقة الخاصة بيه، وعلى الفور بيحصل على الخط، وإحنا عندنا كثير من إخواتنا حصلوا على هذه الخدمات بطريقة فورية. كمان الكول سنتر إذن بتاع جهاز. الخدمة دي متاحة بالفعل دلوقتي صح؟ متاحة في كل فروع شركات المحمول، عندنا الأربع شركات المحمول عندهم الخط ده اللي هو عليه تخفيض 50%، وكمان يقدر يتواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. احنا عندنا النهارده الكول سنتر بتاعنا موجود بلغه الاشاره، بيخش على موقع الجهاز وبيبقى فيه لينك موجوده لمركز تلقي الشكاوي، بيدوس عليها بتفتح له كاميرا، بيقدر يتواصل مع زملائنا في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويشرح شكوته، وعلى طول الجهاز بيتواصل مع الشركات لحل الشكوى الخاصه بيه على الفور. طيب يعني عشان احط خط كده تحت كلام حضرتك فيما يتعلق تحديدا ب ان في اكتر من جهه، يعني احنا في عندنا اكتر من فئه من الفئات اللي بتندرج تحت بند ذوي الهمم، منهم الاعاقه البصريه، منهم الاعاقه السمعيه، منهم الاعاقه الجسديه، منهم الاعاقه الذهنيه. هل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حدد يعني كيف يتم التعامل مع كل نوع الابلكيشنز الخاصه او الخدمات الخاصه اللي ممكن نقدمها لهم، قواعد التسيير او التعامل معاهم، حددنا يا فندم الكلام ده؟ كل حاجه متحدده يا فندم، زي حضرتك بتقول كده، لكل نوع من الاعاقات دايما بتشوف ايه الحاجات او المشاكل اللي بيعانوا منها وبنحاول نحلها. يعني مثلا حضرتك بتتكلم على الاعاقه مثلا البصريه، هو ما يروح يشتري خط مثلا من شركات المحمول المفروض يطلع مثلا على العقد اللي بيمضي عليه ويعرف كافه الشروط،
وبالتالي مثلا ألزمنا شركات المحمول في كل فرع يكون العقد موجود بلغة برايم، وبالتالي يقدر يقرا كل القواعد الخاصة بيه، ولما يجي يوقع يبقى عارف بيوقع على ايه. مشكلة التواصل الخاصة بإخواتنا من العاقة اللي هم الصم والبكم، خلينا التواصل كله يتم بلغة الإشارة. حتى قلنا في فروع معينة هيكون في موظفين، الموظفين الموجودين داخل الفرع هيتم تدريب بعض الموظفين على التعامل، عشان لما يروح وعايز يتكلم مع حد داخل الفرع يكون الموظف كمان مؤهل ان هو يقدر يتواصل معاه. العاقه مثلا اللي حضرتك بتتكلم عليها الحركيه، لا الرمبات وهو داخل بالكرسي داخل الفرع يقدر يدخل بكل سهوله وبكل يسر، ويكون كمان الكراسي والحاجات اللي موجوده داخل الفرع مؤهله ان هو يتحرك براحته جوه الفرع. لا دخلنا في كل تفاصيل وكل نوع من انواع الاعاقات. طيب بما اننا بنتكلم عن المشاكل والشكاوى كمان، خليني اسال حضرتك انه بمناسبه الكلام عن الموضوع ده، المستخدمين او رصد الجهاز شكاوى من المستخدمين بعدد 322 ألف شكوى ده خلال عام 2023 بس، كلمنا عن المشاكل دي، وهل من ضمن المشاكل دي مثلا وجود بعض التسهيلات بداخل يمكن المحال التجارية والفروع، ما يؤهل مثلا أصحاب الإعاقات من الإعاقات الجسدية اللي بيستخدموا كراسي متحركه مثلا ان هم يقدروا يبقى في حريه في دخول وطلوع من هذه المتاجر؟ ايه انواع الشكاوى؟ كلام حضرتك مظبوط يا فندم. احنا التقرير ده خلال عام 2023 في 322 الف شكوى تم تصعيدها للجهاز. طيب الشكوى دي بتوصل للجهاز ازاي؟ اي حد من مستخدمي الاتصالات، واحنا عندنا تقريبا 100 مليون مستخدم لخدمات الاتصالات بانواعها سواء محمول او ثابت او غيره، بيتصل بشركه المحمول او شركه الاتصالات الخاصه بيه، لو اتحلت المشكله الخاصه بيه تمام، لو ما اتحلتش بيقدر يصعدها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. طب يقدر يتواصل معانا ازاي؟ احنا عندنا اربع وسائل للتواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. عندنا الخط المختصر 155 من اي تليفون سواء ارضي او محمول يقدر يتواصل معانا. عندنا تطبيق الجهاز والابلكيشن بتاع الجهاز يقدر يبعت شكوته من خلالها، موقع الجهاز، ارقام على الواتساب. احنا عندنا نسبه حل الشكاوي خلال 2023 اكثر من 90%. اللي كان ملاحظ كمان خلال 2023 ان نسبه التواصل مع الجهاز بالوسائل الرقميه وصل 19%، يعني اللي بيتصلوا على الكول سنتر الخاص بجهاز 155 دول 81، ولكن نسبه الوسائل الرقميه زادت، وده يعني ان احنا قدرنا نوصل لفئات اكثر من المجتمع وخاصه فئه الشباب، لان هم اكثر اللي بيحبوا يستعملوا الوسائل الرقميه للتواصل. بالنسبه للمشاكل الخاصه بالمحمول كانت عندنا نسبتها 39%، وكان الحاجه الكويسه جدا ان نسبه الاستجابه لاي شكوى محمول تم تصعيدها للجهاز كانت حوالي اقل من نص في نص يوم، يعني اقل من نص يوم كان بيتم حل الشكوى. وكان عندنا مشكله كبيره جدا جدا بيشتكي منها المستخدمين، اللي هي بيقول وبيتخصم مني مبالغ ورصيد وبشترك في خدمات انا لا اعلم منها شيء. احنا دايما الشكاوي ما بنبصش ان احنا نحل بطريقه فرديه، احنا بنرصد الشكاوي اللي بتبقى برقم كبير جدا وبنحاول نصدر ليها تعليمات تنظيميه للشركات بحيث ان الرقم ده يقل. الشكوى اللي انا اتكلمت عليها دي كانت من فتره من اكثر الشكاوي اللي بنشوفها خاصه لمشتركي خدمات التليفون المحمول. النهارده نزلت بنسبه كبيره جدا، نزلت لاكثر من 80% بعد ما الجهاز اصدر الكود المختصر اللي هو نجمه 155 شباك، اللي بيقدر اي مواطن يستخدمه بطريقه مجانيه ويعرف كل الخدمات اللي هو مشترك فيها ويقدر يلغيها من خلال هذا الكود. بنشكرك يا فندم مهندس محمد ابراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شكرا جزيلا لحضرتك.